اللي ينضم إلينا عبر سكايب من شنغهاي دكتور جاد رعد الخبير في الشؤون الآسيوية. دكتور أهلا بك ومرحبا. برأيك إلى أين وصلت العلاقات اليابانية التايوانية مع كل هذا المستوى من التعاون الأمني والعسكري أيضا؟ التعاون الأمني والعسكري هو نتيجة طبيعية لإملاءات أمريكية، هي ليست قرارات فعلا محلية، ولكن إلى أين وصلت العلاقات بين البلدين؟ البلدين تحكمهما تقريبا الظروف ذاتها، ونحن نلاحظ استعمال العبارات في تسمية الأحزاب من ليبرالية ومسيحية وديمقراطية، وهذه المصطلحات أصلا هي غريبة عن ثقافة هذه الشعوب، هي تستعمل مستنسخة عن الغرب. وإذا قارنا مثلا بأسماء الأحزاب التي تمثل فعلا الحضارة الآسيوية، نرى مثلا أن كوريا الجنوبية رفضت هذه التسميات ليكون حزب الأمة الجديدة، وبالتالي حتى في التسميات هم ليسوا أحرار في اختيار التسمية، وهم أيضا محكومين، يعني بخصوص تايوان هم محكومين بانتخابات رئاسية موعدها في عام 2024، والمؤشر إلى هذه الانتخابات ما حصل منذ أسابيع في انتخابات المقاطعات المسماة 9-1 في تايوان، كانت مؤشرات سلبية لما يمكن أن تؤول إليه بحسب الحسابات الأمريكية في كلا الطرفين، وبالتالي الطرفين سيجتهدان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى استحداث شيء ما أو شرخ ما أو في على صعيد المنطقة أو أي نوع من الأحداث أو حتى الميك أب لأشياء أخرى، فقط من أجل الكسب في الانتخابات القادمة في العام 2024. طيب دكتور، أنت قلت بأن هذا التقارب وهذا التعاون الأمني والعسكري تحديدا جاء بإملاءات من الجانب الأمريكي، جانب الولايات المتحدة. ما موقف الصين؟ كيف ترى هذا التقارب من جهة، وكيف ترى موقف الولايات المتحدة من إملاءاتها على الجانبين التايواني والياباني؟ لأن البعض قال بأن تايوان هي أيضا من ترسم العلاقة بين الصين وبين اليابان. يعني من المستبعد أن يكون لتايوان مجال أن ترسم علاقات مع اليابان، يعني اليابان لم تتمكن، كينزو آبي لم يتمكن أن يرسم لنفسه، هو مات أو هو اغتيل بسبب سياسة جده، وسياسة جده كانت إملاءات أمريكية فرضت عليه أن يكون من تلك الكنيسة ليدفع ثمن ذلك الحفيد كينزو آبي، وبالتالي إذا كان كينزو آبي لا يقرر بشأن نفسه، كيف لتايوان ورئيستها التي وصلت بأقل من 50% أن تكون مقررة؟ وبالتالي يعني هذا ليس بالحسابات الواقعية. ولكن بخصوص موقف الصين، موقف الصين واضح جدا، أن الصين ترتكز في مواقفها الواضحة على ما يمكن أن تؤول إليه انتخابات 2024، والصين تعول على هذه الانتخابات، من هنا حديث الصين عن الحلول السلمية حصرا. ولكن مع تكاثر الجهود الأمريكية ومع وجود ظلال وأصابع أمريكية في كل التفاصيل، كان هناك رد صيني أتمنى أن لا يعتمد عليه، وهو الحل العسكري. يعني المراجع العسكرية في الصين قالت جهارا أن أي تدخل في هذه المسألة سيرد عليه بالعسكر بالنار. وحصل منذ أسبوعين تقريبا، تم إطلاق نار تحذيري باتجاه قطعة حربية أمريكية لإرجاعها، وهذه الأمور يعني مجرد أن يكون هناك أوامر بإطلاق النار. طيب أستاذ جاد، بالطبع الصين مفتوحة. قالت بأن جزيرة تايوان هي شأن داخلي، ومع هذا التقارب والإملاءات الأمريكية وكل هذه الأمور، ما أبعد ما يمكن أن تصل إليه التوترات الحادثة في هذه المنطقة تحديدا؟ أبعد ما يمكن، يعني لا سمح الله، أبعد ما يمكن هو شبيه بمسألة الصواريخ الكوبية منذ عدة عقود، ويعني ممكن لإمدادات عسكرية أمريكية أن يتم اعتراضها بالقوة، وهذا سيؤدي حتما لمواجهة عسكرية، وبالتأكيد المواجهة العسكرية لن يدخل بها الأمريكيين، من سيدفع الفاتورة الحقيقية هم التعساء في تايوان. نعم، من سيكون تعساء في تايوان. شكرا لك الأستاذ أو الدكتور جاد رعد الخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من شنغهاي، شكرا لك.